حضور كريم ونشكركم على التنسيه وان شاء الله الرحمن الرحيم ندوز واحد الامسيه سعيده. مرحبا بكم جميعا معنا وان شاء الله الرحمن الرحيم غنبداو الامسيه ديالنا مع الاستاذ رشيد الانصاري اللي يقدم لنا تلاوه قرانيه للذكر الحكيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شكرا على الحضور ديالكم والدعم ديالكم للإدارة التربوية والمدير في المكان. هذا شرف كبير أنه تحضر لنا مجلة إلكترونية بحالكم. اليوم هو يوم كبير عندنا في سميتو في الحياة والمسيرة المهنية ديالنا، اللي هو يوم التكريم ديال 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 المدير ديال مدرسة بن الهيثم. أنا كمدير مدرسة بن الهيثم كنتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الآباء والمديرية الإقليمية اللي شرفتنا في اسم سي الأستاذ الحرير دريس الحرير رئيس مصلحة الشؤون التربوية. تنشكروا السيد المدير الإقليمي على الرعاية ديالو اللي كيقدمها دائما للمدرسة العمومية والأستاذ والإدارة التربوية. تنشكر جميع السيدات والسادة الأساتذة اللي هنايا اللي بدلوا الغالي والنفيس وتيبدلوا مجهودات طيبة من أجل الرقي والجودة بالعملية التعليمية. كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن المتمنيات ديالي هي أن يعني المدرسة ما زالت تزيد تطور، فمهما عملنا فضروري مازال ما وصلناش لذاك المستوى اللي بغينا. ولذلك كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الظروف تزيد تحسن اكثر والجوده تكون اكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم في قادم من الايام ان شاء الله الرحمن الرحيم. فرحانه بزاف بهذا التكريم للسيد المدير اللي كيغادرنا هذه السنه للتقاعد ان شاء الله، ونتمناو ليه التوفيق في حياته المستقبليه، وكان لنا الشرف الكبير باش نخدموا معاه، وهذا السيد ما شفنا منه الا الخير، والحمد لله على اننا خدمنا مع السيد بحال هذا مدير تربوي ما قدم لنا الا يد المساعده. وشكرا لكم ومرحبا بكم معنا في المؤسسه. السلام عليكم معدا، وكنحاولوا نجدوا هذا اول حاجه ترشح كرئيس هو تكليف اكثر ما هو يكون تشريف، لانه كتحمل واحد الرساله، لان عندك مسؤوليه داخل المؤسسه بان وليداتك كيولي عندك داخل، ان شاء الله يكون التكريم لهذا السيد هذا اللي اشتغلت معنا لمده واحد سنه، ما شفنا منه غير الخير الحمد لله. رجل طيب، رجل صاحب كلمه، صاحب مواقف، زعما من اطيب خلق الله. وكنتمناو كذلك المدير الجديد اللي غادي يلتحق يكون نفس الصفات ديالو، ونشتغلوا معاه باش نوصلوا واحد الرساله، وهي الوليدات ان شاء الله يكونوا داخل المؤسسه هذه ان شاء الله، لبيهم جميع الطلبات ديالهم. وشكرا للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.